اول مره نقابل فريق بيلعب دفاع متقدم ويضغط، يعني بيلعب بيحضر الكره من تحت، بيلعب نفس اسلوبك نفس لعبك. فان انت الشوط الثاني تتفوق عليهم وتخلي المباراه في الشوط الثاني من جانب واحد ان انت تبقى 3-0 كنتيجه 3-0 ليك، اذا تحيه كبيره لفايلر على المباراه دي. يعني بصراحه اشاده كبيره برينيه فايلر في المباراه دي، خاصه كمان زي ما قلت لحضرتك اول مره يتحط هو دايما لعبه ان انت بتسجل في الشوط الاول، النهارده ما سجلش، فده كان اختبار ليه. الحاجه الثانيه ان انت كل الفرق اللي لعبت النادي الاهلي قبل كده بتلعب دفاع منطقه، النهارده اول مره فريق يلعبك بكره هجوميه، فلان كونه ان هو يكسب في الشوط الثاني 3-0 ده تحيه بصراحه لرينيه فايلر. اسلام اتكلمنا في نقاط ضعف وادي دجله على التراجع البدني في الشوط الثاني، قلنا ان هو دخل شباكهم 7 أهداف من 8 قبل المباراه دي في الشوط الثاني. النهارده النادي الاهلي بيسجل هذه ديت الرسم 9 أهداف من 10 النهارده 10 هم دخل فيهم 3 هيبقوا على السبعه هيبقوا 10. ايوه ما انا بقول لك على الثمانيه يبقوا 11. يبقى 10 من 11 في الشوط الثاني. 10 من 11 في الشوط الثاني، نعم. والحاجه الثانيه برضو اللي اتكلمنا فيها قلنا الكرات العرضيه عندهم مشكله واضحه، النهارده الهدفين جايين من كرات عرضيه. فدي حاجه مهمه جدا، وعندهم برضو ثغره في الباك اليمين رمضان النهارده قدر ان هو يستغلها. فدي نقاط مهمه جدا قدر ان هو يلعب عليها ريني فايلر. يمكن الفرق ما بين الشوط الاول والشوط الثاني عدم الاحتفاظ بالكوره. كنا بنشوف حسين الشحات بيحتفظ بالكوره، وليد سليمان بيحتفظ بالكوره كتير. لا، عدم معدل الفقد بتاع الكوره قل، وبالتالي التحيه في ريني فايلر كمان على التغييرات. النهارده انت بتنزل احمد الشيخ بيسجل، بتنزل ازارو بيسجل، اذا التغييرات نموذجيه. نيجي يعني للعيبه، تقييم اللعيبه طبعا.